يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بتتابعنا في كل مكان. هي الحقيقه مش بدايه حلقه جديده ولا بدايه اسبوع جديد، خلينا نقول عليها بدايه مرحله جديده. يبدو انه الاهلي وجد ضالته في الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، اللي اعتقد انه خبر او اعلان خبر التعاقد معاه لمده سنتين خبر قوبل بارتياح شديد جدا، بحاله من التفاؤل الكبيره جدا وبحاله من الفرحه، رغم ان الراجل الحقيقه امامه وينتظره مهمه شاقه. ولكن يبدو الحقيقه انه الرصيد اللي موجود لموسيماني عند جماهير النادي الاهلي ومشواره الاكثر من ناجح مع سان داونز كان محفز جدا ويبعث على التفاؤل، خصوصا في مشوار الاهلي في افريقيا. الكلام عن موسيماني كتير جدا، ونقدر نقول انه الصفقه دي او التعاقد ده الاهلي قدر يضرب بيه 10 عصافير بحجر واحد. هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل. مبروك على النادي الاهلي، وان شاء الله تكون واحده من اهم التعاقدات اللي اجراها النادي الاهلي، مش بس عشان بطوله افريقيا، لكن اعتقد ان موسيماني هيكون صاحب بصمه مهمه جدا وعنده القدره انه يصنع تاريخ جديد مع النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليكي احمد، مساء الخير على حضراتكم. ويمكن بتفق معاكي احمد فعلا انه في حاله كده من التفاؤل بعد الاعلان عن موسيماني كمدير فني للنادي الاهلي، وكمان بعد المؤتمر الصحفي للحقيقه وانا بتابع الفيدباك بتاع جماهير الاهلي، لا الناس مطمنه، في اعجاب كبير بكلام الراجل الحقيقه في المؤتمر الصحفي. ويمكن انت كنت في المؤتمر الصحفي احمد واتكلم على قد ايه ان هدفه الاساسي الفتره اللي جايه هو طبعا دوري ابطال افريقيا، وان باقي مباريات الدوري هتكون اعداد كويس قوي لدوري ابطال افريقيا، واتكلم على انه قد ايه محتاج طبعا دعم اللعيبه الكبار او هيعتمد على اللعيبه الكبار بشكل اساسي علشان يقدر يدخل اكتر في مود بقى النادي الاهلي، واتكلم الحقيقه على شخصيه النادي الاهلي وقد ايه هو عارف النادي الاهلي مش بيقبل غير بالفوز، ودي حاجه طبعا كلام يعني طمن جماهير النادي الاهلي. يمكن كمان الحقيقه يعني احمد انه طلع بيان من رئاسه في جنوب افريقيا النهارده وبيتكلموا بيهنوا الحقيقه موسيماني على الخطوه الكبيره دي، وبالنسبه لهم الحقيقه في جنوب افريقيا في فرحه كبيره قوي ان موسيماني جاي يدرب النادي الاهلي وهو النادي الرائد في افريقيا واكبر نادي في افريقيا. وقالوا الحقيقه انه نجاح النادي الاهلي، ودي كلمه مهمه قوي، نجاح كبير قوي لافريقيا كلها، وكلنا الحقيقه مبسوطين ده. واحد من اهم المكاسب، دايما بنقول انه الرياضه عندها قدره انها تربط بين الشعوب، وبنقول على كتير من البطولات اللي حققها النادي الاهلي في افريقيا وكتير من نجوم النادي الاهلي اللي ليهم شعبيه كبيره في افريقيا ساهموا بشكل او باخر في ان هم يربطوا الشعوب دي بمصر، وده جزء مهم وحيوي جدا واساسي جدا من الرياضه. بفتكر انه من سنه فاتت كانت مصر في الاتحاد الافريقي، رئيس الاتحاد الافريقي، وكان الرئيس سيسي كان بيطرح انه مشكلات يعني او طالب انه يكون حلول افريقيه لمشاكل افريقيا، وانا بيتهيألي انه ده نفس التوجه. يعني اعتقد انه التعاقد مع موسيماني في اطار طبعا ده المدير الفني الاجنبي رقم 28 والاول اللي بيمسك الاداره الفنيه للنادي الاهلي بيكون افريقي. على كل الاحوال هنتكلم كتير عن موسيماني، ويمكن احنا النهارده بننفرد كمان بملامح او برؤيه موسيماني لازاي يتعامل مع الاهلي في الفتره الجايه، خصوصا على المدى القصير، الاسبوعين اللي يهمونا جدا واللي بيسبقوا ماتش الوداد البيضاوي في قبل نهائي افريقيا. خلونا ندخل في التفاصيل ونروح لأهم عناوين حلقتنا النهارده. الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة المقاولين في الدوري غدا. موسيماني لم أتردد في قبول عرض الأهلي لأنه نادي القرن في إفريقيا. رئيس جنوب إفريقيا بيقول كل الأفارقة تفتخر بنجاح الأهلي. اتحاد الكرة يوضح سبب رفض تأجيل بطولة شمال إفريقيا للشباب. تشيلسي يسحق كريستال بالاس برباعية نظيفة في البريمير ليج. الغيابات تضرب قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي.
بنرحب بحضراتكم من جديد. وطبعا الكلام يعني كله النهارده يمكن على المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. وحقيقه انا مبسوطه يا احمد بفكره انه في دعم كبير قوي من الجماهير لموسيماني وطبعا من مجلس الاداره. يمكن موسيماني بنفسه كان بيقول قد ايه يعني رئيس النادي الاهلي الخطيب كان بيدي له كل الدعم وعايز الحقيقه انه الفتره اللي جايه دي يبقى راجل مركز جدا في شغله، وان هو شايف دعم كبير من مجلس الاداره ومن الجماهير هو كان متخيله وكان متوقعه. الحقيقه انه ياما موسيماني ثبت قبل كده يا احمد اعجابه بجمهور النادي الاهلي، يمكن في ماتش من الماتشات كان بيلعب النادي الاهلي ونزل صور الجماهير بالموبايل من كتر اعجابه بشكلهم، وهو مدرك جدا قيمه النادي الاهلي، ودي حاجه الجماهير فارقه معاها قوي. دي حاجه لما بنشوفها على السوشيال ميديا اراء الناس الحقيقه عاجبهم قوي كلام موسيماني. يمكن كمان في جمله كان قالها بيقول انا عايز لما اللعيبه بتبقى بتلعب حتى لو انتوا مش عارفين مين دول تعرفوا من طريقه لعبهم، انا عايز كوره تمتع العين. الجمله دي عجبت قوي جماهير النادي الاهلي، احنا عايزين فعلا الفتره الجايه مكسب وعايزين نستمتع كمان. طيب خليني اقول لك حاجه بقى مهمه جدا مبدئيا، يعني من طبعا دي اللقطه اللي انت كنت بتتكلمي عليها واللي باينه بالظبط، يعني بص فرحته بجمهور النادي الاهلي لا هو الراجل صورهم بالموبايل، الراجل في اكتر من مناسبه اعلن قبل كده انه يبدو انه منتمي وعاشق للنادي الاهلي بالزبط. حتى وهو كان بيتولى المدير الفني لسان داونز اللي نافسناه او قابلناه مرتين، مره نجح في اقصاء النادي الاهلي ومره نجحنا في النسخه دي في اقصائه، لكن الراجل مشجع، راجل منتمي للكيان من قبل حتى ما يدخل معاه جاي بروح الفانيلا الحمراء حقيقي. فعلا لا انت لو بصيتي كمان انت بتتكلمي اولا مع واحد من اهم الاسماء في عالم التدريب في القاره الافريقيه، وواحد عنده سي في محترم جدا وعنده ثقافه كرويه على اعلى مستوى، الراجل اشتغل مع اكبر المديرين الفنيين في العالم، برازيل هتلاقي، من هولندا، من المانيا، وده يمكن اتقال في المؤتمر الصحفي. لكن خليني اقول لحضراتكم انه الراجل ده في لحظه من اللحظات حتى في فترات المواجهه، يعني حتى القائمين على اداره النادي الاهلي كانوا بيظن انه الحاجات دي فيك، انه المشاعر اللي بتظهر دي والاهتمام الكبير بالكيان ده والتعبير عن حب النادي الاهلي حاجه كده عشان ننيم الخصم او نهدي المنافس المحتمل بتاعنا. لكن الحقيقه مع الوقت الناس تاكدت لما يبقى متولي مسؤوليه سان داونز يا ساره، احنا بنتكلم في تقريبا من 2012 يعني بنتكلم في 8 سنين عمل نقله كبيره جدا، مش سهل انك تسيبي مشوار كده الا لو انت حاسه انك رايحه على خطوه اهم. وهناك الحقيقه بيشجعوه جدا في جنوب افريقيا يا احمد على الخطوه دي، يعني كانه خطوه انتقاله هنا زي ما احنا كنا مبسوطين بخطوه انتقال محمد صلاح لليفربول، هي فعلا خطوه كبيره بالنسبه له وبالنسبه لنا، يعني اكيد المدرب ده برده هيضيف لنا كتير. والحقيقه انه الذكاء اللي في تصريحاته انه قد ايه هو يعني قال برده يا احمد نتناقش في ده انه الفتره الجايه انا مش هقدر اعتمد قوي على لعيبه جديده او ناشئين، لا انا هكمل الفتره دي باللعيبه الكبار اللي عندي او الاساسيين، لان انا داخل على ماتش مهم وعارف اهميه ماتش الوداد وعارف اهميه نص نهائي دوري ابطال افريقيا. والحقيقه الكلام بالثقه انه ما دام احنا وصلنا لنص نهائي دوري ابطال افريقيا يبقى نقدر نوصل للنهائي، يبقى نقدر ناخد البطوله. الثقه دي في الكلام ده والروح دي فارقه جدا، واعتقد انه هيقدر يندمج مع اللعيبه بسرعه. انا اعتقد انه اندمج خلاص. انا هتكلم كمان هقول لك النهارده من الكواليس واحنا يعني بنحضر وبنغطي المؤتمر الصحفي ملامح كده الطريقه اللي هيشتغل بيها موسيماني الفتره اللي جايه. بس انا الحقيقه عايز اقف الاول مع كذا لقطه يمكن الناس يعني الناس طبعا فرحانه موسيماني جدا، هنتكلم على فكره يعني بمدرب بمقاييس عالميه، تصنيف موسيماني على مستوى العالم تصنيفه رقم 52 على مستوى مدربين العالم كله، فاحنا بنتكلم على اسم تقيل يعني. لكن انا الحقيقه في اكتر من نقطه مهم جدا نقف عندها في اسلوب تعامل النادي الاهلي مع ملف التعاقد مع مدير فني. اولا ودي ناس كتير جدا يمكن ما حستش بيها او ما خدتش بالها منها، انه على الرغم من انه موسيماني بحكم المعايير اللي هنتكلم عليها بالتفصيل كان الخيار الاول والانسب لتولي مسؤوليه النادي الاهلي في الفتره الحاليه ساره، ولكن النادي الاهلي اشترط انه اتمام التفاوض مع بيتسو موسيماني يتم بموافقه اداره ومسؤولين نادي سان داونز، ودي نقطه في غايه الاحترام لابد ان احنا نقف عندها، لانه ده شغل بروفيشنال بقى بالظبط، مش بس بروفيشنال، انت هنا بتحافظي على علاقات، بتحافظي على تواصل مستمر وناجح مش بس على مستوى الانديه على مستوى الدول كمان، دي نمره واحد. النمره الثانيه انه التحرك كان في منتهى السرعه، يعني انا عايز اقول المفاوضات تقريبا لم تستغرق
اكتر من 120 ساعه. اه 120 ساعه تم حسم الامور، عزز من ده او دعم من ده رغبه الراجل. الراجل حقيقه يعني انا مش عايز اقول قدم تنازلات، ولكن الحقيقه كان في حاله قبول شديده جدا طبعاً. وما كانش ليه اي مطالب من الممكن انها تعاون لاقصى حد توصل يعني. الموضوع لانه الصفقه او التعاقد يفشل، ودي نقطه برضو لابد ان احنا نحطها في الاعتبار. لو جينا نتكلم كوره، انا طبعا مشفق على موسيماني. ليه؟ لانه انت بتتكلمي على فتره ضيقه جدا، عندك جمهور عريض جدا متحفز ومحتاج يشوف بصمه في اسرع وقت ممكن. هي مهمه كبيره على اختبار كبير صعب ولكنه ليس مستحيل طبعا. وانا متوقع انه بصمه موسيماني، وخدي بالك انه مش بس الجمهور مرتاح والاداره مبسوطه، لكن اعتقد كمان بالنسبه للعيبه احنا اعتقد امام فرصه للجيل الحالي الموجود بالكامل. يعني صفحه ريني فايلر اتقفلت خلاص، واعتقد ان احنا بنفتح صفحه جديده مع موسيماني. اعتقد ان دي بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي اعتقد حاجه ايجابيه بشكل كبير جدا، هتظهر على المستوى الفني وهتظهر على المستوى النفسي في الفتره اللي جايه، ونتمنى ان شاء الله يكون ليها تاثير ايجابي. نتكلم شويه ممكن اذا سمحتي لي كمان على فكره الفوائد اللي من وراء الصفقه دي. أكيد. بدايه هنتكلم على جنوب افريقيا، دوله بتعتبر من اكبر دول القاره على كل المستويات، وخصوصا كمان اقتصاديا. بمجرد الاعلان عن يعني احنا النهارده في المؤتمر الصحفي كنت بقول الصبح الساعه 12 او 1 انه بمجرد ما تم الاعلان عن صفقه موسيماني والتعاقد مع النادي الاهلي دخل اكثر من 150 الف او 160 الف فولور على صفحات النادي الاهلي من جنوب افريقيا بس. طبعا لما خلصنا المؤتمر يا ساره كان وصل العدد لحاجز كسر حاجز ال 300 الف. بنتكلم على دوله اقتصاديا كبيره جدا، فبالتالي زياده شعبيه من الممكن انك انت تستثمريها بشكل كبير جدا. والخطوه الحقيقه هي نقله كبيره برضو للكره الافريقيه بشكل عام يا احمد. يعني الحقيقه انه في دلوقتي انت بتتكلم انك تتعاقد مع مدرب من جنوب افريقيا لاول مره، فدي نقله كبيره قوي واثبات لحقيقه قد ايه نجاح الكره الافريقيه الحقيقه الفتره اللي فاتت. بتزود طبعا شعبيه الاهلي في افريقيا زي ما انت قلت، الفولورز اللي جم على الاكونتس بتاعت النادي الاهلي على السوشيال ميديا. في ناس كتير جدا من جنوب افريقيا ابتدوا يسالوا. يعني طبعا احنا عندنا بدايه اهتمام من على مستوى الرئاسه. جنوب افريقيا النهارده هي رئيس الاتحاد الافريقي خلفا لمصر. الرئيس الجنوب افريقي سيريل رامافوزا بعت رساله او كتب بوست على موقع الرئاسه في جنوب افريقيا بيقول ان احنا هنفتقد موسيماني جدا كواحد من اكبر القامات الرياضيه في جنوب افريقيا، لكن احنا سعداء جدا ان هو هيشتغل مع الكيان الاكبر والنادي الرائد في القاره الافريقيه النادي الاهلي. وده اكيد بيعزز اواصر العلاقات او العلاقات الطيبه اللي بتربط بين مصر وجنوب افريقيا. ده بره المستطيل الشغل الشاغل والحاجه المهمه بالنسبه لنا طبعا. طب ايه الاخبار جوه المستطيل الاخضر؟ وده الكلام اللي الحقيقه محتاج اتكلم فيه، وده ممكن يكون فيه رسائل حقيقه لعيبه النادي الاهلي. دي طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده انه الرئيس الجنوب افريقي رامافوزا يعني بيشيد من انتقال بيتسو موسيماني للنادي الاهلي، واتكلم الحقيقه انه مستر موسيماني فورمر كوتش اوف ماميلودي سان داونز فوتبول كلوب took up his position this week with Africa's most successful football, which has a long history of coaches from other continents. فكرة most successful football يعني طبعا. يعني عارف لما يوصفوك دايما وهي دي الحقيقة، بس لما بيجي الوصف ان انت النادي الرائد وانجح نادي في افريقيا بتتبسط بده الحقيقة، انه العلاقات كمان بتقرب بتعاقدات زي دي يا احمد. صحيح. نتكلم جوه المستطيل شوية بقى سارة، وده كلام يهم كمان لعيبه النادي الاهلي قوي، لانه الراجل ده عنده كره ممتعه. يعني حتى النهارده وانا بتكلم مع كابتن محسن صالح وكابتن شطه بعد المؤتمر الصحفي قال له انه الراجل ده بيلعب كره هجوميه، واعتقد انه الفتره اللي جايه هنشوف كره مختلفه بيقدمها النادي الاهلي. هي نفس الاسماء وهي نفس المواهب، تختلف الطريقه ويختلف الاسلوب ويختلف الفكر فتطلع قماشه ثانيه خالص. بداية كده الراجل بيتكلم على او مدرسته او فلسفته في الكورة، حتى من واقع الناس اللي كانت بتتفرج على سان داونز، وانا من الفرق اللي بحبها في افريقيا جدا كنت سان داونز، لان بيلعبوا كورة حلوة جدا وعندهم لعيبة كورة ممتعين بصراحة. الراجل بيتكلم على فكرة الحلول، دايما فلسفة ايجاد الحلول على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي.
احنا عندنا دايما الجماعي دايما بتيجي تلعبي مع خصم معين عندك نقط قوه فيه وعندك نقط ضعف فيه، فبتفكري انك ازاي تجدي حلول انك توقفي نقاط القوه ومواطن القوه فيه والحلول اللي تتعاملي فيها مع نقاط الضعف بتاعته. ده على المستوى الجماعي، بس ده مش ممكن ابدا يحصل من غير ما يكون حلول كمان على المستوى الفردي، وده للاسف شديد جدا بتفتقده فلسفه الكره في مصر على كل المستويات، انديه ومنتخبات. التيكي تاكا في البارسا يا ساره بتركز على الجزئيه دي على المستوى الفردي، انه ازاي لعيب الكوره لما يبقى معاه الكوره يلاقي اثنين وثلاثه من زمايله بيمثلوا له حلول سهله، ما يبقاش عنده علامه استفهام هو انا هعمل ايه؟ هو انا هتصرف بالكوره ازاي؟ ودي اكتر حاجه بتميز موسيماني، عشان كده هو قال لك انا بشتغل او انا عايز اللعيبه اللي بتجري، سواء بيجري سبرنتات سرعات او سواء بيجري مسافات، ده اللعيب اللي يعرف يوفر له الحلول ويقدر يتحرك بشكل كبير جدا من غير كوره. ماشي، متفقه معاك. ماتش المقاولين بكره ايه رايك فيه؟ انت سهل ولا رأيك؟ صعب؟ لا انت تقولي لي رايك، اول ماتش الموسيماني يعني انت مستنيه منه ايه كواحده من الجمهور؟ مستنيه اشوف كوره حلوه، مستنيه اشوف كوره مختلفه، مستنيه اشوف، هو قال على فكره ان هو بيلعب بنفس الخطه تقريبا، يعني ما فيش حاجه هتتغير، ولكن مستنيه انه اشوف على الاقل انه اكيد مش من اول ماتش هنشوف تغيير يعني يا احمد، ولكن نشوف الفريق طلع بشكل كويس جدا ونكسب زي ما الاهلي دايما متعود ان هو يكسب. بس هو قال انه الفتره اللي جايه دي فتره اعداد زي ما قلنا لدوري ابطال افريقيا، فهنشوف يعني الحقيقه انه هيقدر يعمل ايه في الكام ماتش اللي جايين دول، بس الناس كلها متفائله بيه والناس متوقعه الحقيقه ان الراجل ده فعلا يسيب بصمه كبيره مع الاهلي زي مدربين كتير فاتوا سابوا بصمه كبيره. طب انا هرجع اتكلم معاكي تاني في ماتش المقاولين، بس معانا سيد سفير احمد فضالي سفير مصر في جنوب افريقيا، خلينا نسمع اكتر ونعرف ردود الافعال هناك على انتقال موسيماني للنادي الاهلي. معالي السفير احمد الفضالي مساء الخير واهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. اهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا وسهلا، اعتقد انه يمكن بعد البوست او بعد الكلمه اللي قالها الرئيس الجنوب افريقي سيريل رامافوزا عن انتقال موسيماني للنادي الاهلي وعن حقيقه يمكن يعني الشعبيه اللي بدات تكون جارفه في جنوب افريقيا والتواصل على مواقع النادي الاهلي مختلفه، يبدو ان ردود الافعال في جنوب افريقيا كبيره جدا، فيهمنا مع يعني في وجود حضرتك تنقل لنا اهم ردود الافعال في جنوب افريقيا على تعاقد موسيماني مع الاهلي. طبعا حضرتك ردود الافعال بتختلف حسب بنتكلم على المستوى الشعبي او على المستوى الرسمي. بالنسبه للمستوى الشعبي مشجعي نادي سان داونز طبعا ده نادي كبير جدا عريق جدا في جنوب افريقيا، وهم طبعا يعني عندهم حاله من قدر من الحزن برحيل مدربهم اللي كسبوا معاه اكثر من بطوله لسنوات انه يرحل عنهم، حتى في رحيل مفاجئ ما كانش له مقدمات الحقيقه عندهم، ولكن خفف من هذا الامر الحديث بتاع اصلا التصريحات بتاعت موسيماني ذاته اللي هو قال ان هو يغادر الفريق لكن تحمل معه روح هذا الفريق عند ذهابه الى نادي الاهلي، وايضا خفف منها ايضا التشجيع اللي صدر عن رئيس هذا النادي اللي هو السيد باتريس مسيبي وهو كبار رجال الاعمال، يمكن معروف هنا في جنوب افريقيا ان هو ايضا له شقيقه السيد الرئيس راماكوزا، وكلمات التشجيع له في موسيماني على ان يخطو خطوه جديده في مشواره الفني، باعتبار ان موسيماني نفسه قال انه في حديثه مع باتريس مسيبي ليس لديه جديد يقدمه بعد ذلك مع سان داونز، وان الاوان بان يخطو خطوه جديده في مشواره. نضيف لده انه التصريح الذي صدر عن السيد الرئيس راماكوزا، وهذا التصريح ما كانش فقط بالمناسبه متعلق فقط بموسيماني، لكن ايضا بمناسبه انه نجاح جنوب افريقيا في تامين استضافتها ببطولة كأس العالم لتنس الطاولة عام 2023 في مدينة دربان. وهنا رسالة السيد الرئيس أهميتها في إعلاء لقيمة الرياضة والرياضيين ودورهم في تطوير الشعوب. والرسالة دي اتكررت طبعا على أكثر من مستوى، سواء على مستوى موسيماني ذاته أو رئيس النادي، وأيضا على مستوى أنا كسفير لجمهورية مصر العربية
في سوريا عندما تحدثت مع مسلماني طريقه الى قبل ما طريقه جنوب افريقيا في طريقه الى القاهره، لانه اتكلمنا انه هذا الاختيار تتجمع عمليه في المجال الرياضي مين اللي يؤكد عليه دائما القاده الافارقه دوما من اهميه العمل، انه يكون في تبادل في الخبرات الافريقيه في كافه المجالات بما فيها الرياضه طبعا، واخذا في الاعتبار انه هو يعتبر اول مدرب او اول مدير فني افريقي للنادي الاهلي، وايضا اول مدرب جنوب افريقي في الدوري المصري. ممكن نقول ايه بالظبط يا فندم المكاسب السياسيه والرياضيه اللي تيجي لمصر وجنوب افريقيا من بعد خطوه انتقال موسيماني لتدريب النادي الاهلي النادي الاكبر في افريقيا؟ يعني طبعا اي مدرب او اي لاعب او اي رياضي بيكون له شعبيه كبيره في بلده لما ينتقل لبلد اخر ويحظى فيها بهذا القدر من التقدير والاحترام، الطريقه اللي تم بها استقبال موسيماني طبعا دي بيكون لها اثر سريع جدا في التفريق بين الشعوب. زي عندنا احنا في مصر مثلا معروف طبعا لاعب مثل محمد صلاح موجود في نادي ليفربول في بريطانيا، تروحي بريطانيا في اي وقت تسالي عن محمد صلاح وفي افريقيا وايضا في اماكن اخرى في العالم يكون له صدى وتقدير. في المثل احنا بنامل انه يعني استمرار هذا التقدير لهذا المدرب الكف في مهنته ان هو يؤدي الى مزيد من تعزيز الاواصر، وعلى امل ان ده ما يتاثرش اي نتيجه بقى تحصل في المباريات بعد كده يعني. صحيح صحيح، نتمنى ده طبعا. معالي السفير احمد الفضالي سفير مصر في جنوب افريقيا، خليني اسالك على يعني اذا كنت قدرت، احنا بنتكلم على 48 ساعه بس، يعني اعتقد انه في خلال 48 ساعه دول حصل فرق في شعبيه النادي الاهلي في دوله جنوب افريقيا، اذا كنت لمست حاجه سواء من خلال الصحف او من خلال حتى على المستوى الشعبي يا ريت برضو نعرف من حضرتك. شعبيه النادي الاهلي يعني غنيه عن التعريف في افريقيا كلها، وحتى السيد الرئيس نفسه يعني رئيس الرئاسة يعني ذكر انه انه موسيماني رايح الى علم الكره في القاره الافريقيه، يعني ذكر في النص وهو سوف يرفع علم جنوب افريقيا وعلم الكره القاريه في هذا النادي العريق. صحيح. طيب احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، طبعا دي كلمه الرئيس الجنوب افريقي سيرين رامافوزا. بنشكر معالي السفير احمد فضالي سفير مصر في جنوب افريقيا، ونتكلم شويه مع حضراتكم عن ماتش بكره، المواجهه الفنيه بكره. يعني طبعا احنا في كلام عن المكاسب كتير جدا وممتده على مدار الحلقه عن موسيماني، لكن خليني اقف مع ماتش المقاولين لان انا شايف انه ماتش بكره مهم. صحيح لسه راجل مستلم المسؤولية ولسه ما نقدرش نحاسبه قوي أو ما نقدرش ننتظر منه أنه يعمل نقلة نوعية في أداء الفريق. صفحة ريني فايلر اتقفلت وإحنا دعما للفريق في أوقات كتير جدا، وده يمكن واضح للجمهور، كنا بنشوف أمور مش مرضية للجمهور. يعني صحيح الراجل مشواره ناجح مع النادي الأهلي، بدايته كان قوية جدا، حقق بطولتين سوبر محلي الموسم اللي فات، حقق الدوري السنة دي بفارق كبير جدا، وقدم نص موسم على اعلى مستوى، لكن في الفتره الاخيره كان في علامات استفهام كتيره جدا على مستوى ريني فايلر مع النادي الاهلي تحديدا من بعد عوده الكورونا. واحنا عشان ما يعني زي الاهلي ما بيحاسب دايما في نهايه الموسم، احنا كقناه نادي الاهلي من الممكن ان احنا نختار التوقيت المناسب عشان نطرح او ننتقد حاجه معينه، وبالتالي الصفحه دي انتهت. نتوقع انه يبقى في تطوير او تغيير في مستوى النادي الاهلي، ده شيء امر مفروغ منه، يحصل بعد قد ايه ده حسب توفيق ربنا بقى لموسيماني. لكن ماتش بكره مهم ليه؟ لكذا سبب. واحد، اولا عماد النحاس المدير الفني كان من، وعلى فكره عماد النحاس من انا بشوفه النهارده من افضل الاسماء الموجوده على الساحه في مصر المحليه في مجال التدريب،
كان مرشح محتمل لقيادة أو تولي مسؤولية النادي الأهلي، النهاردة بيواجه الرجل الأول في النادي الأهلي موسيماني في مواجهة من العيار التقيل. المقاولين السنة دي بيقدم كورة لابد أن احنا نحترمها، ولابد أن احنا نقول أنه المقاولين السنة دي غير كل السنين اللي فاتت، فرقة بتقدم كورة على أعلى مستوى. النادي الأهلي لعبته عايزة تطلع تقدم أوراق اعتمادها قدام موسيماني. المقاولين بينافس على المربع الذهبي او عايز يدخل دايما في المربع الذهبي وبيحلم ان هو يقرب اكتر، يحسن من مركزه من الرابع لثالث، فبالتالي ده حافز. بالاضافه انه لعيبه المقاولين دايما في ماتشاتها قدام النادي الاهلي برده عايزه تظهر بشكل كبير. انت مستني منه ايه بقى في ماتش بكره؟ انا مستني منه بكره انه انا اشوف اهلي مختلف، يعني مش هقول ايه هو طبيعه الاختلاف، بس انا الاهلي في النسخ الاخيره ماتشاته اللي كان بيكسب فيها وحقق فيها بطوله الدوري كان بلا طعم بلا لون بلا رائحه. أنا متوقع أنه بكرة هيحصل نوعا ما نقلة نوعية في ظل الإدارة الفنية مع موسيماني. بصمة كاملة أكيد لا، يعني ما توقعش أنه في مدير فني في العالم مهما بلغت مهارته وبراعته وفكره وأسلوبه وحجم تأثيره في اللعيبة أن يعمل بصمة من أول ماتش، وإن كان ده وارد بس هيبقى فيه هنرجع تاني للماتش ده يا أحمد، بس معنا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي النادي الأهلي. برحب بحضرتك في برنامج السادسة. اهلا وسهلا استاذ ساره، ازي حضرتك؟ سياده العميد مساء الخير. الله يخليك، مساء الخير. يعني أهلاً. يمكن في جنوب افريقيا يعني حاله كبيره من الفرح بانتقال موسيماني لتدريب النادي الاهلي، وطلع في بيان الرئاسه قد ايه انه النادي الرائد في افريقيا، خطوه كبيره قوي لموسيماني انه ينتقل ليه. حضرتك يعني شايف الخطوه دي ازاي؟ اولا بس استاذنكم نهني الشعب المصري والجيش المصري العظيم بمناسبه ذكرى انتصارات اكتوبر، ودايما طبعا يا رب في انتصارات على طول يعني. لازم نهنيهم ونهني الشعب المصري طبعا. يمكن النقله دي او الاختيار ده ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله يكمله بالنجاح ويوفق لجنه الكوره في اختيارها ورئيس النادي اختياره ومجلس ادارته ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله يكون اختيار موفق باذن الله. طبعا زي ما انتم شايفين وزي ما حضرتك بتقول وزي ما سياده الكبير قال، في حاله بقى لها 48 ساعه في افريقيا كلها بالظبط، اعلام الافريقي كله بيغطي هذا الخبر يعني بفرحه قويه جدا بفخر، يعني حاجه الواحد يعتز ان هو النادي الاهلي، يعتز اللي هو مصري، لان طبعا ده يبين ثقل الدوله المصريه في افريقيا عامل ازاي، بيبين شعبيه النادي الاهلي في افريقيا شكلها عامل ازاي. وزي ما حضرتك بتقولي بدليل التهنئه اللي نزلها رئيس جنوب افريقيا، هي دي الرياضه. النادي الاهلي دايما عارف دوره ازاي، النادي الاهلي بيحترم تعاقداته، النادي الاهلي بيحترم مدربينه، النادي الاهلي بيحترم كل الاطراف. فعشان كده النادي الاهلي يمكن ربنا سبحانه وتعالى وفق اللجنه بمجلس التخطيط وكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته في الاختيار ده. يمكن احنا لقينا صدى احنا كلنا رب، بس يا رب يكملها بالنجاح ان شاء الله ان شاء الله. فطبعا احنا يعني سعداء بيه جدا. يمكن في بعد اخر انا كنت بتكلم فيه مع استاذ احمد النهارده، بعد يعني ده دور النادي الاهلي ودور الرياضه. انت دخلت في قلوب القاره الافريقيه قاره سمراء بشعبيه النادي الاهلي باختيارك ووضع ثقتك في مدرب افريقي، غيرت مفهوم المدرب الاوروبي. وان شاء الله باذن الله بنراهن، وباذن الله باذن الله ربنا يوفقنا، لان ربنا المطلع طبعا على الجهد اللي بيبذل عشان خاطر تحقيق حلم جماهير النادي الاهلي او تحقيق حلم الاهلاويه. سياده العميد، الشيء بالشيء يذكر يعني، وبما ان احنا بنتكلم على انه في يعني من ساعه الاعلان عن التعاقد مع موسيماني وفي اقبال من 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 اشقائنا في جنوب افريقيا على مواقع النادي الاهلي، وخصوصا ده يمكن بيتم مع اطلاق نسختين، نسخه بالانجلش ونسخه ثانيه بالفرنش. انا بقول لك يعني هي يعني الحمد لله رب العالمين، يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيكلل الجهد وبيكلل النجاح وبيكلل التعب. احنا يمكن الاداره ما بتتكلمش كتير او ما تديش اعضاء مجلس النادي تتكلم كتير، ولكن في تعب وفي جهد يمكن دي جت في وقت مناسب جدا ان انت بتعلن عن صفحه النادي الاهلي الرسميه باللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه في الوقت اللي الناس كلها النهارده، انت امبارح بالاحصائيات احنا عدينا ربع مليون او 300,000 اذا كان اكثر في المتابعه لصفحه النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي باللغه الانجليزيه والفرنسيه اللي هم في قاره افريقيا عشان بيساندوا المدرب موسيماني في وجوده في النادي الاهلي، وازاي النادي الاهلي حط ثقته في مدرب افريقي نادي بحجم النادي الاهلي على مستوى افريقيا بطل افريقيا حط ثقته. الكلام ده مش انا اللي بقوله دون التحيز، الكلام ده الناس هي اللي بتقوله. طيب رئيس جنوب افريقيا قال كده بنفسه. طب انا عايز اخد النقطه الاولى والنقطه الاخيره هدمجهم في بعض كده، وفيما يتعلق ب
انا متفق مع حضرتك طبعا جمله وتفصيلا في فكره انه في حاله فرحه انه الاهلي بيختار مدرب افريقي يتولى مسؤوليه الاداره الفنيه على مستوى القاره كلها، مش بتكلم على مستوى جنوب افريقيا، يعني بيتهيألي حتى معظم دول القاره هيبقى في استحسان لحاجه زي كده، ونتمنى انه التجربه دي تنتشر. الجزء خلي بالك يمكن التغطيه الاخباريه مش اعلام رياضي فقط، لا في اعلام اعلاميين سواء في المجال الفني او المجال السياسي مغطيين هذا الخبر على مستوى قاره افريقيا، فده لازم يعني كلنا نبقى فخورين ان ده ثقل لدوله مصر. حاله القبول والاستحسان دي مع الجزء الثالث اللي احنا كنا بنتكلم فيه انه ده بيساهم بشكل او باخر مباشر او غير مباشر في زياده شعبيه النادي الاهلي في القاره الافريقيه اللي بعتقد انها واحده من اكبر الشعبيات، يعني بعتقد النادي الاهلي من اكبر انديه جماهيريه على مستوى القاره. ازاي من الممكن ترجمه النقطتين دول تحديدا من ناحيه الاستثماريه؟ ازاي ده ممكن احوله يعني لغه بيزنس او لغه اقتصاد في انه انا انمي موارد النادي؟ لا يعني شوف برضه يعني دي اكيد احنا عندنا طبعا دكتور سعد شلبي وزاره التسويق، دكتور سعد شلبي اكيد الخبر عنده، اكيد هو بيجهز دلوقتي ازاي هيبدا يتحرك مع رئيس النادي كابتن محمود خطيب ويحط تطور ازاي النادي الاهلي يبقى موجود بقى ونستغل هذا الاستثمار في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ولكن احنا طبعا دلوقتي كلنا كل الدعم للجهاز الفني لكره القدم، كل الدعم ان شاء الله باذن الله عشان يحقق طموح الجماهير النادي الاهلي باذن الله. هتلاقي كل ده تباعا بعد كده ان شاء الله باذن الله، هنرجع لكل التحاول باذن الله. تجربه نتمنى لها النجاح والتوفيق. بشكرك شكرا جزيلا سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وبشكر الحقيقه لجنة التخطيط في نادي الأهلي، بشكر أمير توفيق مدير التعاقدات، وإدارة مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب. الحقيقة أنا يعني يمكن بختلف مع العميد محمد مرجان في الجزئية دي، إنه بيقول مجلس الإدارة ما بيتكلمش كتير، مجلس الإدارة ما بيتكلمش كتير بلسانه لكن بيتكلم كتير بأفعاله. الحقيقة إنه سياسة ومنهج العمل في نادي الأهلي لا تتوقف على كلام او مهاترات، لكن بيتم ترجمه ده لافعال ونجاحات على كل المستويات، واخرها طبعا التعاقد مع موسيمان. نتمنى التوفيق للمدير الفني في مهمته الجديده، ونتمنى ان شاء الله انه عامل الوقت يكون في صالحه وفي صالح فريق النادي الاهلي. نتمنى باذن الله نشوف كوره جميله ونتائج مشرفه ونشوف بطولات تحت قياده موسيماني للنادي الاهلي. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. برحب بحضراتكم مرة تانية، ويمكن كنا عودناكم أن دايما في السادسة بيبقى فيه كلام عن الكرة العالمية، ليها نصيب طبعا من برنامجنا زي الكرة المحلية. الفترة اللي فاتت يمكن كنا بنتكلم كتير قوي على البريمير ليج وقد إيه الحقيقة في سيطرة من ليفربول والمنافسة القوية وأرسنال وليفربول ومحمد صلاح والبداية القوية والهاتريك. بس النهاردة الحقيقة يكون معانا الصحفي يولي هيلس الألماني، هنتكلم أكتر عن الكرة الألمانية. برحب بيك في برنامج السادسة. مساء الخير. إنه من دواعي شرفي أن أكون مع سيادتكم على الشاشة. فينا خبرية داخل على رأيك في السيطرة الألمانية الحقيقة على جوائز يويفا السنة دي بفوز هانس فليك مدرب البايرن أفضل مدرب وليفاندوفسكي أفضل لاعب. حسنا، إن سألتوني كصحفي كل هذه الجوائز هي في الآخر مقدمة للفريق ككل، ولكن إن سألتوني كمحب للكرة الألمانية أعتقد أنه من المهم جدا بالنسبة للعبة الألمانية، لأنه في السنتين الأخيرتين البوندسليغا كانت في الظل خاصة بقوة البريميرس ليج وكذلك الكرة الأسبانية، ولكن أن نعود إلى الضوء ثانيا ككرة ألمانية هو شيء مهم بالنسبة لي. طيب هل ممكن نقول أن ليفاندوفسكي هيكون الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب أو بالكرة الذهبية العام ده؟ إنه احتمال شديد، يعني أرجحه كثيرا
ذلك لأنه كما تعلمين مثل كل هذه الجوائز هي في الآخر لابد أن تكسبي شيء منها، يعني فريقك يجب أن يفوز بشيء سواء لك كمحبة للكرة أو لمحبين الفريق ككل. وبايرن قدم كل ما يمكنه ولن يتوقف عن تقديم أفضل ما لديه. طيب ليه بذكرك لبايرن ميونخ، ليه شايف نجاح بايرن ميونخ في تحقيق يمكن كل البطولات في موسم استثنائي رغم انه ما تعاقدش مع صفقات من العيار الثقيل زي انديه اوروبيه ثانيه؟ ويمكن كمان البايرن من اكتر الانديه او النادي الوحيد اللي في العالم اللي بعد فتره التوقف رجع بقوه جدا، ما كانش مستاهل المستوى يبقى في تصاعد يعني زي باقي الانديه. نعم، حتى في ألمانيا نحن أمام مفاجأة، الأمر مفاجأة لنا، لأننا حين نتحدث عن ما قدمه في البوندسليغا وإن فليك لم يدرب فرقا مثل هذا المستوى من قبل، فهو الآن يبدو على الشاشة كأنه الرقم واحد نمبر وان، فحين دخل إلى قلوبنا حتى المديرين البايرن كانوا الأمر بالنسبة لهم مفاجأة، وبالتالي أرى أنه حصوله على عقد طويل المدى هو شيء مهم. وإن ما حدث يعني إن رأينا اللاعبين ككل ولعبهم على مدى طويلة زي مارمل نويا، توماس ميلر، جيروم بورتين، دافيد ألابا وآخرين لعبوا لمدة 6 و7 مواسم أو سنين، وأعتقد أنه لديهم مازال شيء يمكنهم أن يقدمونه أو يثبتوه، لأن بعضهم تم تدريبهم من خلال يعني كان بيدربهم مدرب الفريق القومي لأنهم كانوا يلعبون بقوة، وبعضهم شعروا بأن عليهم أن يقوموا بتحديث أنفسهم أو بتحسين صورتهم الفنية كذلك. طيب برأيك هل هيواصل بايرن عروضه القوية الموسم ده في الدوري الألماني؟ هذا سؤال شديد الأهمية. حضرتك سبق وقلت أن بايرن لم يقوم بأي تعاقدات كبرى، فالكثير من المشاهدين يرون أو من محبي الكرة أو محبي الفريق يرون أنه عليه أن يكون بتعاقدات كبرى وضم نجوم كبيرة إليه، لأن البوندسليغا الآن مقابل البايرن ويعني والكأس الألماني وكافة المسابقات نرى أن الفرق تلعب حاليا بدون توقف، فقد أصابهم التعب بعد الشيء. نعم أصابهم التعب وخسروا كذلك لاعبين أساسيين، فربما عليهم القيام بديل أو 2 أو 3 إن أرادوا أن يستكملوا نجاحاتهم. برأيك إيه المراكز اللي ممكن يكون محتاج بايرن ميونخ إن هو يدعمها الفترة اللي جاية، أو مين مثلا أسماء لعيبة كبار ممكن يفرقوا جدا مع بايرن ميونخ لو جم الفترة اللي جاية؟ هذا سؤال صعب، لأني ما أرى هو أن ليفاندوفسكي لا شيء يوقفه، فهو هداف قوي، ولكن ما فيش ستاندرد. حتى الآن الشيء المميز بالنسبة ليفاندوفسكي أنه يقوم بإحراز الأهداف دون أن نتوقعها، وهو لم حتى الآن لم تصبه أي إصابة، ولكن ماذا قد يحدث إذا أصيب إذا لاقته الإصابة؟ فهذا سوف تكون بمثابة يعني أمر صعب بالنسبة للفريق، فهو بالتالي محتاجين أن يكون هناك من هو قادر على استبدال ليفاندوفسكي إذا أصيب أو إذا اضطر إلى الخروج من اللعب. أكيد. طيب عايز أعرف توقعاتك لشكل المنافسة في البونز ليجا بشكل عام الموسم ده. نحن كمحبي الكرة كلنا أمل أن نكون فريقنا أقرب
ولكن يعني كما ترون الموسم السابق كان ليس الأفضل بالنسبة لنا، والكل يعني أصبحوا يتساءلون هل سوف نقابل موسم ممل كما سابقه؟ لا لا، أنا لا أعتقد ذلك، بل أعتقد أن السيزن الحالي سيكون مليء بالإثارة وكذلك بالمفاجآت. طيب، هل تتوقع نجاح الثنائي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافرتس مع تشيلسي؟ نعم، في أول شهرين رأينا أنهم يتقدمون بسرعة، وكاي هافرتس قدم تغيير، ولكن بما رأيناه من شخصية كاي هافرتس أعتقد أنه هو من سيتقدم، يعني سيتقدم على تيمو فيرنر، وهو بالتالي أعتقد أنه سيكون من الصعب له يعني يغير دولة أن يقدم كل ما لديه حاليا. طيب، عايز أعرف برضو تعليقك على قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وفرص الأندية الألمانية في تكرار طبعا إنجاز النسخة اللي فاتت بتواجد فريقين ألمانيين في نص النهائي. نعم، هذا كان أمر يعني أسعدني أن أراه، ولكن من الصعب الآن أن نقول شيئا لأن هناك تأثير أيضا لما يدور حولنا مثل الكوفيد 19 وأثره الغريب على الكرة وعلى الحياة عامة، فأنا لا أعتقد أن سوف يتكرر ثانية أن يكون هناك فريقين ألمانيين في النصف النهائي، فهو يعني ما حدث الموسم السابق سيكون من الصعب أن يتم إعادته أو استعادته بالنسبة للفرق الألمانية في هذا الموسم. بشكرك جدا، كنت معنا الحقيقة في برنامج السادسة، بشكرك على كل المعلومات دي، والحقيقة فعلا يمكن ليفاندوفسكي محقق موسم رائع جدا، ويمكن يكون هنشوفه بينافس بقوة على الكرة الذهبية، ممكن طبعا تكون من نصيبه الموسم ده. هنروح لفاصل ونرجع نكمل برنامج السادسة. اسأل على الأهلي وأضرابه هيقول لك وسع للأرض وكفاية على الأهلي. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. سيفيهات كتير جدا طرحت على نادي الأهلي في العشر أيام الأخيرة، منها سيفيهات الحقيقة كلها أسماء محترمة، وبدون ذكر الأسماء هنتكلم على دول كمان متقدمة كرويا جدا، هولندا، برازيل، ألمانيا وغيرها الحقيقة، لكن كان في عدة معايير حاسمة الأهلي دايما بيحط كريتيريا كده أو معايير معينة يبتدي بناء عليها يتحرك ويدور ويبحث، ويمكن المعايير دي انطبقت بشكل كبير جدا على شخصية بيتسو موسيماني. ليه بقول لحضراتكم كده؟ لأنه بداية الثقافة والخبر، والراجل الحقيقة عنده سي في محترم جدا، يكفي مشواره بس مع سان داونز وتحقيقه لعدد كبير من البطولات في فترة بلغت 8 سنين، يعني هو تولى المسؤولية، سان داونز كان عنده 5 دوري و8 كاس، احنا النهارده بنتكلم على 10 دوري و11 كاس، وضيف عليهم كمان بطولة أفريقيا وسوبر أفريقيا، بطولة أفريقيا 2016، سوبر أفريقيا 2017، اشتغل مع أسماء حدث ولا حرج. من ناحية التوقيت، ودي نقطة حسم مهمة جدا، طبعا كل مدير فني جه تولى المسؤولية كان سامع عن الأهلي أو كان عارف عن الأهلي، لكن ما كانش مدرك يعني حجم النادي وحجم جماهيريته وحجم شعبيته وثقافة وفلسفة النادي الأهلي. دايما الوقت بيحتاج آيس بريكنج عشان يقدر يتعامل مع ده، يعني لازم يقعد فترة عشان يبتدي يفهم ويستوعب طبيعة الكيان، وده الحقيقة مش موجود مع موسيماني، لأنه مدرك الحقيقة من فترة طويلة جدا، ويكاد يكون قلت لحضراتكم أنه يكون منتمي وعاشق للنادي الأهلي. التوقيت كان مهم جدا لأنه الأهلي كان محتاج حد تنطبق عليه المواصفات ويتولى المسؤولية فورا، وفي وجهة نظري المتواضعة جدا أنه عامل الوقت هو العقبة الوحيدة أو العائق الوحيد أمام نجاح موسيماني في الفترة اللي جاية. خلونا نتكلم أكتر عن فترة ما بعد فايلر وتولي موسيماني مسؤولية الإدارة الفنية للنادي الأهلي مع الكاتب الصحفي محمود صبري، مدير تحرير الأهرام ورئيس تحرير القسم الرياضي. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ أحمد. يبدو كده أن وقع الإعلان عن تعاقد الأهلي مع موسيماني
كان بمثابة مفاجأة غير متوقعة، هل حضرتك استقبلت الخبر بنفس الطريقة ولا كان ليك رد فعل مختلف؟ وطبعا عاوز اقول لحضرتك التوجه نفسه والنقله، يعني ايه زي ما بيقول لك التعبير الدارج، هو زي بره الصندوق، يعني بره كانت مفاجاه يعني تحول في الفكر، فيها تحدي. ايوه الفكره النفسيه فيها تحدي، وتحدي في الظروف صعبه وظروف يعني مفروضه اجباريا، انك الوجهه من اوروبا وكل الشغل كله على المدربين، وفجاه يظهر في الصوره والموضوع يخلص في 48 ساعه. قرار له تبعات كبيرة جدا. طب تسمح لي أستاذ محمود قبل ما أدخل في التبعات نروح ملعب التتش نشوف قائمة الفريق ماتش المقاولين بكرة، وطبعا ماتش المقاولين هيكون لنا كلام كتير فيه. عنا زميلنا شريف شعبان من ملعب مختار التتش. يا شريف مساء الخير. مساء الخير، تحياتي ليك زميلي احمد طبعا والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن انتهى تمرين النادي الاهلي منذ قليل، واعلن مستر موسيماني المدير الفني الجديد الى النادي الاهلي 21 لاعب، استبعد 4 لعيبه للاصابه، اجاييه، محمود وحيد، الشيخ حمزه علاء، الاربعه دول هيبقوا بره قائمه المباراه. قائمه المباراه بتشهد ممكن معلش تقول المستبعدين تاني مشوق جماهير النادي الاهلي، ممكن تقول المستبعدين تاني؟ المستبعدين اجاييه، محمود وحيد، أجاييه، محمود وحيد، أحمد الشيخ، حمزة علاء الحارس الناشئ، أربعة مستبعدين من قائمة مباراة الغد. قائمة المباراة 21 لاعب على رأسهم العائد بعد فترة صالح جمعة، طبعا معشوق كل جماهير النادي الأهلي، نتمنى له بإذن الله التوفيق بكرة لو ليه تواجد في المباراة. 21 لاعب على رأسهم زي ما قلت لك صالح جمعة، في حراسة المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، أحمد فتحي ومحمد هاني ومحمد شكري، أليو ديانج، حمدي فتحي والسلية، محمد فخري، أفشة، حسين الشحات، كهربا، وليد سليمان، بادجي، مروان محسن، جيلاردو، عربي بدر، وأخيرا طبعا زي ما قلت لك وبدأت بيه هو صالح جمعة. النهاردة موسيماني المحاضرة ساعة بيتكلم فيها عن كل كبيرة وصغيرة، عن فريق مقاولين العرب، التمرين النهاردة تقسيمة جرب التشكيل هيلعب بيه بكرة بإذن الله، وقف التقسيمة كتيرة جدا، صلح كل الأخطاء أول بأول، بالسايب حاجة للظروف أول بأول، بصلح الأخطاء يا رب بإذن الله يكون توفيق بكرة مع النادي الأهلي ويفوز في أول مباراة تحت قطعه على فريق مقاولين العرب المحترم جدا طبعا بقيادة فنية هو الأهلاوي الكابتن عماد النحاس. عودة ليك من جديد زميلي أحمد، اتفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان. دي قائمة النادي الأهلي اللي ما فيهاش جديد، يعني باستثناء الرباعي المصاب اللي اتكلم عليهم شريف، دخول صالح جمعة يمكن يكون هو المتغير الوحيد، ويبدو انه زي ما انا قلت الحقيقة يعني صفحة فايلر بحلوها ومرها اتقفلت، واعتقد انها فرصة كبيرة جدا قدام اللعيبة لفتح بقى يعني زي ما بيقولوا صفحة جديدة او بداية مرحلة جديدة مع موسيماني. وشريف قال تعبير مع شوق الجماهير صالح جمعة. ايه مختلف؟ لا هو مش مختلف، مختلف، واتمنى ان صالح جمعة يقدر الكلام ده. ايوه يعني المسألة النادي الاهلي بيديك كل فرصة، انت المفروض تحاسب، يعني هذه هي اخر فرصة ليك طبعا، اذا لم تدافع عن نفسك وتدافع عن الناس اللي بتدافع عنك والناس اللي واقفة بتساندك، خلاص يبقى انت لا تستحق الوجود حقيقي، ويبقى خلاص خدت كل الفرص. ان بعدين الجمهور ما يقدرش يتكلم، والجمهور اكيد الفاهم الواعي انه صالح جمعة بامكانه كان يكون افضل من كده، يكون في مكان افضل من كده. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيديك موهبة وانت لا تقدرها وتهدرها بهذا الاهمال والاستهتار، ده المفروض انك انت تقف مع نفسك، يعني كل الدعم الخسر الوحيد هو ما انا بقول لحضرتك، يعني كل الدعم وكل الناس عاوزاك وبتسمع عنك، المفروض ده الادعى انك انت تكون تمتلك الروح والاصرار اللي تظهر بصوره، حتى لو كان فايلر، وحبينا ان نقول لفايلر يا فايلر انت مثلا ظلمته، لكن فايلر انت ما اديش الفرصه لفايلر انك انت تبرهن انك انت تستحق تبقى في التشكيله الرئيسيه حقيقي. بدليل الاخطاء اللي احنا عارفينها مش عاوزين نتكلم عليها، ولو ان في اوقات كتير جدا كنت بتشوف لعيبه في الملعب، يعني الناس الجمهور، انا هتكلم برضو بمنطق الجمهور، يقول لك هو معقوله صالح أسوأ من كده؟ يعني هو ما انا بقول لك، يعني انت دلوقتي دي انا وجهه نظري، دي اخر يعني اخر فرصه لصالح جمعه، صالح جمعه مع الفريق، يا اما يبرهن على قدراته ان هو ينسى خلاص ويسيب كل الكلام والسوشيال ميديا والكلام ده ويركز في الملعب، يا اما هو كده خلاص هياخد بقى اللقطه اللي هو يبقى هو مش عايز، يبقى خلاص يبقى النادي الاهلي هو بقى حر في قرار بعد نهايه الموسم. طيب خليني اخد مشهد متكرر تقريبا، يعني وقت تعاقد الاهلي مع فايلر من سنه وشويه فاتوا، ناس كتير جدا هاجت وماجت على فايلر، ومين فايلر وايه سويسرا وما عندوش تاريخ ومدرب لا يصلح، الكلام ده كله سمعناه ويعني كان هجوم شديد جدا، ومع الوقت الراجل الحقيقه ثبت نفسه
نتفق او نختلف، الراجل عامل موسم ناجح، لما نيجي نقيم بنتكلم على ارقام. طبعا نفس الحكايه بتتكرر برضو مع موسيماني، حمله هجوم ممنهجه على اختيار الاهلي للتعاقد مع موسيماني، تفسيرك او قرايتك ليها ايه؟ بص حضرتك، السوشيال ميديا بتلعب دور، يعني دور، طب خلاص يعني دور في غايه الخطوره. يعني اذا انت يعني ركزت معاهم بصوره اكبر، فيهم ناس فاهمه، فيهم ناس مثقفين، فيهم ناس عندهم رؤيه وعندهم بعد نظر، ودولت الاهم قليلين وهاديين في تناولهم للامر، والغالبيه جمهور مشجع، الجمهور رايه على عيني وعلى راسي، لكن رايه ما ياخدش في القرار. يعني ايه؟ انا لا اخد قراري من قرار الجمهور. يعني الجمهور بيحب سين، وانا كمدير فني شايف انه سين ده ما دام عندي الثقه كمدير فني واثق في قدراتي، سين ده مش نافع مش قادر يديني اللي انا عايزه، هاخد راي الجمهور. والعباره الدارجه اللي بيقيم عليها النادي الاهلي وبيحتفظ بيها دايما، المدرجات لا تحكم الاهلي. الاهلي قراراته بتبقى من داخل ادارته وبما يناسب مصلحه النادي الاهلي. لما جه فايلر، لما جه قال لك مين فايلر، ولما جه مانويل في سنه 2000، خلي بالك 2001 برضه كان لا يملك سي في وتاريخ، سالنا انا يعني على وقال لك بطوله واحده وهيعمل ايه وبتاع، قعد سنه مع النادي الاهلي، اعاد بطوله دوري ابطال افريقيا بعد 14 سنه وخسر الدوري في من اشهر يعني المواسم المهمه جدا، خسرها بعد ايه؟ تعادل مع النادي الاسماعيلي في المباراه الشهيره 4-4. ومشي مانويل، بعد كده رجع تاني مانويل وجوزيه، وعملت النقله واتعمل الفريق الكبير جدا اللي هو العصر الذهبي للنادي الاهلي، فكانت سيطر على كل البطولات. النهارده الامور بتدار، مثلا النهارده في يعني تناول مختلف مع بيتسو موسيماني بالصوره انه على اعتبار انه مش مدرب اجنبي، امال مين هو الاجنبي يا فندم؟ اي حد مش مصري يملك الجنسيه المصريه فهو اجنبي بالنسبه لك. ماشي، جنوب افريقيا والكره والكلام اللي بيتقال، لا هو المقارنه هنا او الكلام اللي بيتقال يعني ليه مش من دوله متقدمه كرويا، ليه مش اسم من اوروبا؟ اسالك سؤال يا انا بتكلم انا واخد بالي، هي سويسرا دوله متقدمه كرويا؟ لا طبعا، يعني نعرف نجومها مثلا، يعني نعرف نجومها على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات، نعرف يعني انديتها وبتاع. الكواليتي اللي انت بتدور عليه او الفكره، اي نادي او مجلس ادارته بيبقى عنده حاطط نقاط اساسيه في التعاقد. هل المدرب عنده مشروع؟ هل يمتلك فكره؟ هل بيعرف يلعب؟ هل عنده يعني عنده حاجه بيعملها كوره على الارض؟ ولا انت جايب واحد، انت جايب واحد مع كامل احترامي من خلال متابعتنا، سيبك من نتيجته مع الاهلي ونتيجته مع الزمالك، اتكلم على مدرب، شوف ايه اداؤه في ارض الملعب، شوف شغله، شوف نتائجه، يعني بص عليه. ليه احنا متنمرين؟ في تنمر زائد عن الحد اصبح بصوره واضحه ضد الراجل، هو لسه ما حدش عارف عنه حاجه. انا لا استطيع ان ده في ناس، معلش انا اسف، في ناس من خدت زاويه الهجوم من ناحيه ثانيه، قال لك انتوا رايحين تجيبوا المدرب اللي كسب الاهلي 5 قبل كده. يعني انا بكلمك برضه، يعني الناس انا ما اقفش عندها الكلام ده خالص، مش اقف عنده الكلام. المساله ما انا هجيب المدرب اللي عمل ايه؟ يعني هنجيب، لو عارف لو الاهلي جاب مين في التدريب، برضه لازم يتعرض الى ايه؟ الى نقل. لو رحت جبت مدرب عالمي هيقول لك الله، طب وانت عندك لعيبه يقدر يصلحها؟ ما هو يعني عارف انت مش عارف ترضي ايه. لكن الراجل لابد انه يبقى فيه محتاج مسانده، لانه ان انا اضعه في اختبار وابدا احكم عليه من مباراه هتتلعب بكره، ده كلام بعيد عن كره القدم خالص. طيب خلينا اتكلم بقى عن مشوار موسيماني على المدى القصير. حضرتك عندك جماهير متطلعه جدا، خصوصا انك جاي في توقيت حرج جدا بالنسبه لماتش الوداد، وبالتالي الراجل قدامه وقت بسيط جدا. صحيح هو متابع وعارف الفرقه وعارف العناصر الاساسيه، واعتقد انه لجنه التخطيط والجهاز المعاون هيحاول يقرب له المسافات شويه، لكن احنا بنتكلم برضو على ايام بسيطه جدا، ماتش مهم، ضغط جماهيري. شايف السيناريو اللي لابد ان موسيماني يعني يتعامل بيه مع الاسبوعين اللي جايين دول ازاي، وايه دور الجهاز المعاون ليه في المهمه دي؟ بس استاذ احمد، من اللحظه دي، من النقطه دي، لابد من موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ يعني اغلاق تام على الفرقه، عدم ظهور اعلامي نهائيا. خلاص كلام الاعلام انتهى من بعد النهارده، بعد المؤتمر الصحفي اللي اتعمل. يجب الا يظهر موسيماني في الاعلام، موسيماني يظهر في الملعب، الشغل يعني جهد مزيد من التركيز. خلاص انتهى الكلام وشكرا كده، لكن هنبدا نقعد كل شويه ندور على، خلي بالك في ناس دوافعها وحرصها في حرصها كبير جدا على افشال الراجل، وده واضح من التصرفات ومن التصريحات. كون النهارده رئيس الدوله في جنوب افريقيا يعمل البوست، مين مصلحته؟ ما انا بقول لحضرتك، لا كون النهارده رئيس الدوله جنوب افريقيا يعمل بوست ويقول فيه كلام، ده كلام في منتهى الاهميه. دي نقله مختلفه خالص على فكره،
لما رئيس الجمهوريه يهتم بمدرب من عنده انه يقول انه ده علاقه ما بين بلدين وان احنا افتقدناك وانت رحت النادي الرائد في افريقيا، حتى لو قلنا ان هو عاوز يجامل الاهلي زي ما البعض هيحاول يقول لك ايه، لا مش عارف، لا الاهلي رائد في افريقيا. الاهلي رائد مش في افريقيا بس، الاهلي رائد كمان في الشرق العالم كله، على العالم يعني كله. عاوز اقول لك من الانديه اللي تتحسب. لكن مساله مش يعني الاهلي واخد الدوري والناس بصه تانية، يعني واخد البطوله الرسميه بتاعه البلد وبرضه ما زال يتعرض مجلس اداره لهجمات ونقد والكلام ده. طيب مثلا فايلر يا جماعه لما جه وتولى النادي الاهلي الفتره الاولانيه عمل نقله في الفريق مهمه جدا، الناس كلها لاحظت وشافت الشغل اللي اتعمل في الدور الثاني من بعد كورونا، مسح اللي اتعمل في الدور الاولاني، ادى احباط عند الناس. عشان تكون جمهور الاهلي، جمهور الاهلي ذواق في الكوره، عاوز فرقته فرقه واقفه على الارض، يعني فرقه جامده عندها قدره. لكن بامانه العروض في الدور الثاني بعد كورونا عملت هزه وخوف ورعب، خاصه بقول لك بامانه بعد الهزيمه من الزمالك 3-1 دي عملت حاله من الارتباك ما كانتش متوقعه. استهتار الراجل والتعامل مع المباراه لم يكن على المستوى الحدث، رغم ان هو كسب الزمالك في السوبر 3-2 وعمل اداء مفاجئ، كان كل التوجهات كل التوقعات في مباراه السوبر اللي كانت في سبتمبر الماضي مش اللي هو امبارح السنه اللي فاتت كان كله انه الاهلي هيخسر الماتش، لكن كان الاداء والعرض اكثر من رائع وتفوق الاهلي. الامور تبدلت بظروف او تحولات محدش يعرفها في مفاوضات واغراءات ماديه للنادي للذهاب لانديه اخرى، كل ده كلام ايه؟ كلام هيبقى موضوع في الحسبان، مش يعني عاوز اقول ايه؟ اداره الاهلي مش هتعديه بالسهل. بس ده كان جزء من معطيات القرار عند النادي الاهلي، لازم لازم تبقى فاهم ان الاهلي بيتعرض لحملات يعني عمليات ايه؟ ضغط مستمره مش هتقف، سواء من منافسين سواء من سوشيال ميديا هدفها الارباك والضغط عليك وجرك المشاكل ونصر الشائعات والكلام ده واضح. الاهلي الان اصبح رد فعل ما اصبحش فعل، يعني ايه؟ هناك يعني المساله محتاجه فعلا لو وقف لازم تبقى ملاحظ وشايف بس في عينيك، شوف بس حجم القنوات والبرامج اللي تتناول. بس اسمح لي اوضح النقطه دي لجمهور النادي الاهلي في ملف المدير الفني على وجه التحديد. يعني الحقيقه انه الاهلي تعامل مع الازمه او مع المشكله اللي حاول البعض تصديرها لتعطيل مسيره الفريق بشكل احترافي جدا، وبدل السيناريو كان في سيناريو واحد وسيناريو اثنين وسيناريو ثلاثه، والثلاث سيناريوهات اشتغلت عليهم اداره النادي الاهلي بشكل كبير جدا طبعًا. الى ان نجحت في التعاقد مع مصر. كان في قراءه مسبقه ده لازم يوصل للناس، كان في قراءه مسبقه انه في ازمه مفتعله بتحصل. لا في ازمه ازمه مفتعله والراجل اتعرض لعرض مغري. سيبك بقى من عاوز يروح يسافر عشان اسرته والكلام ده، هيبان كل شيء، لانه الاصرار على التمسك بالفتره من 1 الى 10 اكتوبر دي هي اللي كشفت انه لا ده في حاجه، ده هي الفتره اللي هي السماح، رغم ان الفقره دي اضافت في التفاوض الاول في تجديد العقد من اجل يعني ان هو يبقى عنده تفكيره في شيء، واتحطت وانه نهايه بطوله افريقيا كان المفروض تخلص في اكتوبر في النظام القديم، بعد كده تعدلت فبقت ايه في نوفمبر، في 6 نوفمبر النهائي ومباراتين في الايام اللي جايه. زي ما تقول حصل ايه اللي انا مخطط له يعني ايه باظ طب انا مش هرجع. فالمفاوضات خدت فتره، كان وقتها النادي الاهلي اعتقد يعني كان لابد انه يتنبه انه الراجل خلاص الراجل عزم على شيء اخر، اصبح من مدرب يعني نجوميه واصبح تحط في كل شيء وعمل شغل محدش يقدر يختلف عليه، الى اصبح دلوقتي خلاص اصبح قوي فعنده فرصه، فجت له اغراءات من ناحيه ثانيه، وبعد كده حصل اللي احنا شايفينه واللي احنا نسمعه. كل واحد بيدور على ايه؟ على لقطه عاوز يبين منها انه الراجل هو اللي نهى العقد، ويقول لك ده انا نهيت العقد، ويقول لك لا الاهلي حسم الامر وقال تحدث بصراحة كبيرة جدا في مفاوضاته مع الراجل. الراجل بأمانة تحول غريب جدا، عنده نوع من يعني عدم الوضوح حتى أقرب الناس ليه، يعني حتى الناس اللي معاه المساعدين بدليل هم متمسكين بيه كان ممكن تقول لهم طب احنا عايزينكم، يقول لك لا ده احنا ملتزمين مع الراجل. مسألة هتفاجئ بيها في خلال الساعات اللي جايه، هيبقى في مفاجاه بكره بعده ما نعرفش ايه بقى. لا خلينا مفاجاه بقى، يعني مفاجاه ممكن تفاجئ انه يمكن هنا يدرب هنا في الدوري المصري تاني. دي تبقى وده شيء على فكره متوقع، هتبقى مفاجاه دي مفاجاه. بص عاوز اقول لك الحاجه، ايوه لابد انك تعي ان وجود نادي بعينه حاطط الاهلي في هدف بالنسبه له امر لابد انه هيبقى في الحساب. جمهور الاهلي عارف كويس الكلام ده، ده شيء ما بقاش مستخبي. لا مش مستخبي، خلاص واضح الامر، يعني وضحت النوايا، يعني مستهدف اداره فنيه، مستهدف لعيبه، في استهداف وفي تربص. ده يعني الادعى لاداره الاهلي لابد بقى خلاص تغير السياسه بقى، تغير السيستم خالص، لابد انك تتواجه الكلام ده وتواجهه
ان الاهلي يفتقد اقوى شيء يملكه. ايوه هو جمهوره. جمهور الاهلي هو القادر على ايقاف كل ما يحدث. جمهور الاهلي وشعبيته الكبيره جدا هيبقى لها رد فعل لو عادت الجماهير المدرجه. بس اسمح لي يعني افند ده مع حضرتك استاذ محمود، ده دايما منهج العاجز، يعني منهج العاجز او الضعيف اللي ما عندوش قدره على انه يبقى يليد يقود، دايما تابع، شايف نقاط قوتك فين، فمتوقع انه انا لما استحوذ على نفس نقاط القوه اقدر ابقى مكانك، وده شيء مش ممكن يحصل. لا مش هيحصل، يعني مش ممكن يحصل. لا مش هيحصل. دي 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 ده بنتكلم على تاريخ، وبنتكلم على جماهيريه، وبنتكلم على شعبيه، وبنتكلم على فلسفه اداره، وعلى اسم كيان كبير جدا صعب استنساخه. مش معنى انك انت تمتلك نفس العناصر انك تقدر تحقق نفس النجاح. خلينا نكمل كلامنا عن اللي جاي وعن موسيماني والاهلي فتره ومرحله جديده، بس نروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم مع ضيفنا طبعا استاذنا العزيز محمود صبري رئيس تحرير قسم رياضي بالاهرام. مرة تانية برحب بحضراتكم. يعني زي ما حضراتكم شايفين على الهواء دلوقتي لقطات للعبة النادي الأهلي وهي متجهة نحو ناحية الباص، طبعا استعدادا طبعا للمعسكر اللي هيجمع الفريق عشان ماتش المقاولين. والحقيقة يمكن من حظ موسيماني أنه داخل على أربع ماتشات من العيار التقيل، يعني راجل فايلر خلص السهل في المنهج كله، الترسانة مع طنطا مع اف سي مصر، حتى الماتشات دي كانت يعني بحالة معاناة شديدة جدا، وحتى إن كنت بكلم على مستوى الأداء مش بالضرورة على مستوى النتيجة، قدر يحسمها قدر يحسمها ما فيش شك في ده. لكن احنا عندنا أربع مواجهات زي ما قلت لحضرتك من العيار التقيل، ويمكن كنت بكلم مع أستاذ محمود في الفاصل، احنا عندنا المقاولين بكرة، المقاولين السنة دي عامل سيزون يعني مع مدى الناس على أعلى مستوى. نخلص مقاولين ندخل إمبي، نخلص إمبي نخش بيراميدز، وبعد كده نطلع على المغرب ان شاء الله باذن الله. فاحنا كان اربع ماتشات تقال يا كابتن محمود. طبعا طبعا. جمهور النادي الاهلي مستني ايه ومستنيه امتى من موسيماني؟ والله هو ربنا يكون بعونه يعني عشان ما نضحكش على بعض. يعني هو طبعا عارف انت يعني الناس لازم تبقى مدركه وفاهمه جدا ان موسيماني مش معاه العصا السحريه. يعني انت لو جبت اعظم مدرب العالم وقلت له تعالى تولى المسؤوليه في الوقت ده وعندنا البطوله والحدث الاكبر، هيقول لك اول حاجه ما تسالنيش عن البطوله عشان مش اخدعك، لا فرقه محتاجه شغل واحنا محتاجين شغل وعمل كبير، ومفيش حد هيقدر يديك نتيجه ويقطع، لان الكوره توفيق وعدم توفيق. ايوه خلاص، انت جمهور الاهلي مطالب بحاجه واحده، ندعو ان ربنا يوفقه في اختياراته. يدعو ان ربنا يوفقه يكون لعيبه الاهلي مقدرين اهميه الحدث واهميه الفتره اللي جايه، يدعو ان هم يركزوا ويحاولوا يتعلموا ويشوفوا ايه الاخطاء والسلبيات وكمان تزويد الايجابيات. انت عندك مباراه المقاولين بكره، الناس تعتقد انه مثلا موسيماني هيقلب فرقه الاهلي فهتلقى بكره فرقه تانية صن داونز بيلعب على، لا طبعا صعب جدا. لسه انت عندك حجم اصابات غير عاديه في الخط الخلفي عامل لك حاله من الرعب. هو هيحاول يدور ازاي يعالجها، وهيبان الكلام ده هيبقى واضح بكره وهيتشاف. أيوه. كويس جدا. وعندك مواجهه بعد كده مع مصلحته ولا ضده ان الماتشات دي صعبه او ماتشات من يعني من العيار الثقيل؟ يعني ده يخدمه اكتر في انه يقيم صح ويشوف صح ويفكر في المرحله اللي جايه صح ويستعد كمان للوداد صح، ولا يرهقه ويتعبه؟ بص يعني انت ايه عاوز تقول انك انت تبقى تدريجيا خلاص. هي الظروف حط فيها كده يا استاذ. يعني هي الظروف فرضت عليه نواجه ثلاث فرق من الثلاث فرق اللي هم يعني لديهم اصرار وعزيمه قدام الاهلي، بيدوا كل قدراتهم تقريبا. المقاولين عنده تحدي اللي هو المركز الثاني. خلاص. انبي فرقه كبيره الاهلي لعب معاه يمكن في افتتاح الدور الثالث لو تفتكر، فاز عليها 2-0 اول ماتش. المباراه بقى الثالثه بقى بيراميدز بقى. المباراه بقى هتبقى مواجهه مثيره. احنا يعني عاوزين الامور تبقى يعني الامور في الثلاث ماتشات لازم اكيد هو هيبقى عنده مباراه بيراميدز ست ايام تقريبا قبل ماتش الوداد. قبل الماتش طبعا. تفضل انك تريح الفيرست تيم ولا تلعب بالفيرست تيم؟ لا تريح يعني، لا ما تريحش انا وجهه نظر يعني ما تريحش، لا ما تريحش الفيرست تيم. لا يعني مباراه ما تخافش عليه من اصابات، ما تخافش عليه من ما هو الطرف الثاني عنده استعداد برضه بطوله افريقيا يعني برضه. ايه يعني عنده الكونفدراليه وهيسافر يعني هناك، بس الميزه مش ذهاب واياب، هناك هيقيم في المغرب، عنده ميزه مجمعه دوله مجمعه. لكن الثلاث ماتشات دول
يعني هتكون فرصة للراجل انه هو برضو هيبص. واكيد هو في كلامه في تصريحاته بيقول لك انا مش هغير اللي عامله فايلر. وبرضو يعني عاوز اقول لك ايه، مش هتقدر في ضيق الوقت ده تقدر تقلب وده، لكن انك انت تحسن حاجات اللي هي التفاصيل الصغيرة. اكيد الناس لازم في المباراة التانية التالتة اكيد هيبدا يظهر ملمح او اتنين يعني هو ايه، تحس انك انت ايه في يعني خد اللمسه، بدات تاخد اللمسه. ده هيتطلب منه ايه؟ مذاكره، جهد في التدريب، وقف صلح اعمل. بس انا بتهيالي يا استاذ محمود انه في عامل جديد او عامل متغير ممكن يصب في مصلحه الفريق بشكل عام، وهو الحاله المعنويه للعيبه من تغيير الاداره الفنيه. يعني انا بيتهيالي ان النهارده اللعيبه بص لمستر موسيماني بشكل مختلف عن فايلر. فايلر يمكن الى حد ما كنت تشعر انه علاقته باللعيبه مش في اقوى، بكلم في الفتره الاخيره مش في اقوى حالاتها. كمان اللعيبه عندها مدير فني جديد كله عايز يطلع احسن ما عنده، يعني شايف انها فرصه انه يقدم اوراق اعتماده للجهاز الفني الجديد، وبالتالي الناحيه المعنويه دي او الناحيه النفسيه دي ممكن تصب في مصلحه موسيماني. التغيير يعني ايه؟ نتائج التغيير قد تؤدي بص يا استاذ احمد، المرحله الجايه او بطوله افريقيا في مباريات لعيبه يعني في لعيبه عارفه قيمه وقدر المكان اللي هي فيه والتيشيرت اللي هي لابساه وحجم الجمهور. يعني في مباريات لا تقبل منها يعني عاوز اقول لك ايه، لابد من امتلاك الشراسه، لابد من امتلاك والدفاع. وتفتكروا كويس جدا انه خسرنا 2017 امام الرجاء امام الوداد في المغرب بفعل فاعل. ايوه بفعل فاعل واداء. وهنا في القاهره في برج العرب لما تعادل الاهلي 1-1 الاهلي اهدر في ربع ساعه مش اقل من 7 اهداف. فالتاهل لنهائي افريقيا سيبدا من المغرب. التاهل للمباراه النهائيه يبدا من المغرب مش في القاهره. فنتيجتك وروحك واصرارك وعزيمتك تعتبر مباراه الوداد المقبله هي مباراه نهائيه بالنسبه لك. كتير من الناس بتقول لك الاهلي لو عدى الوداد يعني فرصه كبيره جدا. انا بقول لك انت ازاحه الوداد تبدا منك، والوداد عارف كده. فهيحاول يعمل معاك اقصى نتيجه في مباراه. وبالمناسبه برضه عشان ما نرسمش هاله قوي كبيره قوي عن الوداد، لا 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 لا. الوداد في حاله يعني لا لا سيبك، هو يمكن اداؤه تحسن في الدوري وبقى الرصيد الفرق بينه وبين الرجاء نقطه واحده بصالح الرجاء وظهر لعيبته. لكن عاوز اقول لك المباراه مش سهله، مباراه صعبه جدا لعيبه. يعني اشفق على الراجل من الاصابات ومن الخط الدفاعي، يعني هو لابد هو اكيد بيفكر وهيبقى شغله الشغف في مباريات الدوري انه يبحث عن البديل، يعني البديل اللي يقدر يقف. انت برضه دلوقتي ما عندكش غير ياسر ابراهيم وايمن اشرف. عاوز تحافظ عليهم كمان. ايوه يعني اخر ماتش لعبت بحمدي فتحي حمدي فتحي يعني في ماتش الترسانه يعني مش عشان ما اظلمهوش مش بتاعته. ايوه يعني مش هحطه فيها. وحتى لما اتحط قبل كده في ماتش الزمالك لو تفتكر حب يجربه في ماتش الزمالك بتاع السوبر بتاع 3-2 برضه لبس ضربه جزاء بطريقه سهله جدا يعني كده. فانا عاوز اقول لك ايه، هتبقى عندك مشكله محتاج انك انت تعالجها. ممكن يستغل الثلاث ماتشات دول ان هو الراجل يدور على حد يعرف يوظفه في الجزئيه دي. هتبقى بالنسبه له يعني عاوز اقول ايه، عاوز اقول للناس عاوز اقول للجمهور بلاش الاستعجال في الحكم. يعني تخيل نفسك مكان موسيماني ورحت تستلم شغل جديد في مكان تاني، هتاخد قد ايه؟ مش هتطلب من المسؤول يعني اديني يعني ايه اديني فرصه يعني لغايه ما اشوف واعرف واتفرج. بص التقارير يا استاذ احمد اللي هتستلمها مكتوبه حاجه، واللي ما اتفرج على الفرقه نفسها واشوف الحاجات اللي فيها دي حاجات مهمه يا جماعه. يعني الفرق الكبيره ما بتوصلش المساله في يومين، لو كان كده كان الامر سهل. كنت جبت جوارديولا كان عمل اللي ما اتعملش اهو. شوف افضل مدرب العالم، شوف ليه كام سنه حلمه بيضيع عشان يفوز بدوري ابطال اوروبا، كل ما يوصل يخرج يعني خروجه بيبقى مثير اذا تخطى. فاللي انا عايز اقوله ايه، هي المسألة بتبقى واقفة على التوفيق وعدم التوفيق ومدى الجهد اللي انت بتقدمه. جهدك وإخلاصك وإصرارك إن شاء الله ربنا يتوجه بإذن الله تعالى بالتوفيق بإذن الله تعالى. فأنا عاوز أقول المسألة المرحلة الجاية من النهاردة زي ما قلت بعيد وبكررها أهو، من النهاردة المفروض قافلة بالمفتاح وتركيز خلاص كده ستوب يا جماعة خلاص شكرا. خلاص مدرب وخلاص والناس شافته واتكلم وكلمتين وخلاص. بعد كده بقى العمل هو يعني الأمر الرئيسي للجهاز الفني الاهلي واداره الكوره وكل الشغل والشاغل في المرحله الجايه. خلاص
مباراه المقاولين، مباراه انبي، مباراه بيراميدز، مباراه الثلاثه انا شايفهم فرصه اعداد قوي جدا لمباراه الوداد بالحرص وبالهدوء كده. خلاص انت الدوري انت حسمه، لكن ايه بوزنك تلعب كره تتمتع نفسك وتطبق الفكره. اكيد الراجل هيسعى انه يطبق الفكره اللي هو عاوز يعملها. تتوقع ياخد يعني مدرب زي موسيماني؟ احنا بنتكلم على فكره يعني بصرف النظر عن الجنسيه وبصرف النظر عن الاجنبي، احنا بنتكلم على المدرب تصنيفه على المستوى العالمي 52، فاحنا بنتكلم على سي في محترم جدا، بنتكلم على مدرب من العيار الثقيل. تتوقع موسيماني عشان تبدا بصمته تبان مع النادي الاهلي يحتاج وقت قد ايه؟ مش اقل من 6 الى 8 مباريات. من 6 الى 8 مباريات. طبعا مش عاوزه كلام. اقل من كده لا. وبعدين انا بتكلم على جنسيته يا جماعه، هو احنا ايه اصلا؟ احنا افارقه، يعني عرب افارقه، يعني دوله افريقيا هي بوابتنا وهي البرواز بتاعتنا. ده موسيماني ده عصبنا، يعني لحمنا ودمنا. احنا افريقيا هي البوابه بتاعتنا، هي كل حاجه بالنسبه لنا. والناس اللي مش مدركه الكلام ده تبقى مش واعيه لخطوره الامر. لا تتكلمش على افريقيا، افريقيا اللي قدمت نجوم للعالم ابهروا العالم. الله، لما بنجيب محترفين من افريقيا ده من خلاص ما بنجيبش بقى. ده انت شايف انك انت يعني متطور جامد جدا في الكوره. انا اقول لك حاجه، انا شايف انه اللي عمله النادي الاهلي ده بيفتح. احنا عندنا كام سنه شغال في كل القاره على مستوى انديه ومنتخبات مدربين اجانب، بقالنا عشرات السنين، واسماء من العيار التقيل جت اشتغلت في افريقيا. اكبر مدربين العالم جم اشتغلوا في افريقيا. بيتهيألي ان الاوان للمدرب الافريقي انه ياخد حقه على الاقل جوه القاره بتاعته. يعني ايه المانع ان انا اشوف مدربين مصريين بيدربوا في كل النوادي في قاره افريقيه، واشوف مدربين افارقه بيدربوا في شمال افريقيا وبيدربوا في مصر؟ ايه المانع ان ده يحصل؟ انا بيتهيألي انه الخبرات المتراكمه على مدار عشرات السنين بقت تسمح للمدرب الافريقي بالتواجد. لا، النظره مش عاوز اسميها نظره احاديه الجانب ولا عنصريه، مش عاوز اوصل للمرحله دي، بس انا عاوز اقول النجوم الافارقه المحترفين احنا بنجيبهم بنستعين بيهم، بتستعين بيهم الفرق بتاعتنا الاهلي والزمالك والانديه كلها. طب خلاص يا جماعه، ما دام انتم شايفين ان كنتوا احنا عندنا ما يكفي، خلاص نوقف مساله ايه الاستعانه بالمساله او الناس دي بتلعب كره غير احنا بنلعبها، او يعني عدم الاحترام وعدم التقدير عند البعض، في جلياطه زياده عن اللزوم. ما يصحش كده، يعني اصبر استنى الفكره لما تشوف هيعمل ايه. يعني هو عمل النتائج دي كلها مثلا، تيجي تقول لي اصل جنوب افريقيا ما فيهاش كوره، اقول لك لا حاسب. لا، دوله نظمت كاس عالم ودوله راحت وهو ده هو. يعني عايز اقول لك ايه، استنى اديله فرصه يعني بالراحه كده على نفسك. هو حسام البدري قبل كده لما اتعرض عليه تدريب كازر تشيفز من سنتين او ثلاثه خلاص وكان تمت التجربه، لما عمرو جمال راح احترف ولعب هناك في جنوب افريقيا، كان ايه ده يا جماعه؟ يعني ليه الكلام ده؟ يعني اعتقد انه ربما البعض مش متقبل الفكره وشايفها غريبه. انت لما تعمل حتى نقل حياتك وتعمل مثلا جبت مدرب اجنبي من مكان مغمور، أيوة. خلاص الله، طب حد كان يعرف حاجه عن مش لما جه فايلر حجم الهجوم والصفي ضعيف وما عنده، رغم انه كان فايز بالدوري البلجيكي مع اندرلخت ومش عارف ايه وعمل ايه وكره ضعيفه، يعني اعتبرنا احنا كرتنا مكسره الدنيا ورحنا كاس العالم 100 مره وانا ما اعرفش. لا، في عاوزين المساله عاوزه تواضع شويه كده. انت ممكن تجيب شخص تراه من وجهه نظرك مغمور او تراه دولته مغموره وده الكلام ده مش صح، لكن الراجل فاز بدوري ابطال افريقيا عنده تجربه اعتقد وعنده فكره. شفنا واتفرجنا على سان داونز بشكل مختلف، لا كره في جنوب افريقيا متطوره اسرع مننا افضل مننا في مراحل، لكن نحن الاساس واحنا اللي علمنا كل الكلام ده على عيني وعلى راسي، بس احترام الاخر ده بدايه نجاح. ننتظر لتجربه موسيماني وندعمه ونقف معاه وبعد كده يكون القرار. عندنا سلبيات كتير جدا استاذ محمود، بس انا متحفظ الحقيقه. الكره المصريه على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات هي نمره واحد حتى اللحظه في قاره افريقيا. مش مختلف معاك. يمكن على مستوى اللاعبين ننتظر من جيل صلاح والاجيال اللي جايه بعد منه الكتير والكتير. يمكن افريقيا سبقتنا في مجال الاحتراف الاوروبي، ده حقيقي، واسماء كتير جدا حققت نجاحات في عندك يا أوروبية. احمد، عاوز اقول لك في تقرير لمجله فرنسيه يعني بصدد نشره ان شاء الله، نيجيريا بتطلع سنويا 400 لاعب محترف، غانا 300 لاعب محترف، مالي 150 لاعب محترف سنويا. مش كل سنه. احنا اجمالي عدد مصر اللاعبين المصريين مصر في الاجمالي صفر. لا يوجد عندنا لاعب محترفين. ما طلعناش من الدوريات بتاعتنا والكلام ده. فانا بعوز اقول لك ايه، في ناس بتفكر بتطور الكره الافريقيه، تطورت. احنا لينا اليد العليا في سباقات الانديه ولينا اليد العليا في المنتخبات، ولما عملنا التجربه الناجحه لما كان نمتلك دوري قوي خدنا بطوله افريقيا كام مره؟ ثلاث مرات ماشي.
لما كان الاهلي في حالته وكان يمتلك الجيل الذهبي مع تدعيم من بعض المحترفين مع قياده الكابتن حسن الشحاته، كان لديك التوفيق الكبير جدا انك قدمت افضل واروع، ابهرت القاره كلها ومنتخب الساجدين. فاللي انا عايز اقول ايه، نترك التجربه موسيماني نشوفها تكمل بلاش وقدها منذ البدايه وتصدير لها المشاكل والكلام السلبي ده، نشوف وبعد كده في حساب محدش، الامور مش هتعدي كده يعني. انا ان شاء الله يعني متفائل واتحمل مسؤوليه الكلام اللي بقوله لكل جماهير النادي الاهلي. انا متفائل بشكل كبير جدا، الراجل ده مش بس عشان بطوله افريقيا ومشوار الاهلي فيها اللي بتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقه ويكون مشوار ناجح، لكن انا اعتقد ان موسيماني عنده قدرة وعنده إرادة وعنده جزء من الحب والولاء والانتماء لكان الأهلي أنه يكون صاحب بصمة زي مدربين كتير جدا ما نقدرش ننساهم وبنتكلم عليهم وبنوصفهم بالأساطير لغاية النهاردة زي هديكوتي ومانويل جوزيه. أستاذ محمود صبري مدير تحليل الأهرام ورئيس القسم الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا في السادسة، وإن شاء الله يكون ليها لقاءات نتابع فيها يوم بعد يوم تطور تجربة موسيماني مع النادي الأهلي. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم. هنقابل حضراتكم إن شاء الله غالبا بعد بكرة، بقى بكرة هنتابع ماتش مهم جدا ومتوقع أنه يكون إن شاء الله بكل مقاييس وجبة ممتعة لجماهير النادي الأهلي، ماتش الأهلي والمقاولين، ونقابل حضراتكم إن شاء الله في حلقة جديدة من السادسة. في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل